السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيناكم بحلقة جديدة ومقام جديد وأعمال جديدة. يلا بسم الله. اليوم حناخد مقام كتير كتير حلو، هو مقام فينا نستخدمه بالعاطفة، فينا نستخدمه بالفرح، فينا نستخدمه للأطفال. هو مقام أنا بسميه مقام سبيستون، لأنه ثلاث أرباع أغاني الأطفال اللي كنا نسمعها نحن وصغار هي على هذا المقام. قبل ما نبلش بالمقام، ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بسم الله. المقام اللي قلت لكم عليه هو مقام قناة سبيستون كما أنا بسميه، هو مقام اسمه مقام النهواند. مقام النهواند كتير يستخدم بالشيء الغربي والشيء الشرقي، هو أساس من المقامات الشرقية الأساسية يعني، وكتير يبنى عليه الموشحات والترانيم يعني القوية، يعني بنقول التقيلة، يعني الموشحات التقيلة، في موشحات على مقام النهواند. رح ناخد كذا مثال بسيط إن شاء الله. رح نبلش فيه. أول شيء نسمع السلم تبعه. هلا خلينا هيك ندندن فيه. جانا مقام النهواند. خلينا نبلش بشغلة كتير بتعرفوها كتير حلوة، هي شوق يدفعني لأغراها، أمي ذكرى لا أنسى، طيف أبقى أنقى. هلأ وقت أعطيكم الأمثلة ما تحسموا لي على الكلمات، لأنه كتير أنا بخبص بالكلمات ويمكن حط وقيم وشيل، بس أنتوا هيك فهموا اللحن يعني بما معنى. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام أبقى، أمي أمي أمي. كلياتكم تعرفوها. الشيء الثاني اللي حناخده هو كتير غنية حلوة. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أهمله البشر ونسوه الآن، إخلاص حب ناني ناني ناني، لا خوف ولا ظن ماوكلي ليلو 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 لا ماوكلي ماوكلي ليلو 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 لا ماوكلي ماوكلي. هلا هي الأغاني الأطفال طبعا في كتير يعني، الكابتن ماجد نجم الملعب نجم تن هي كمان من المقام النهواند. في عنا هلا شيء تقيل يعني فينا نقول، هي رقم ثلاثة. طالما أشكو يا معدين الجود. مقام النهواند جدا جميل، وفي مساحات كتير حلوة، في انتقالات كتير حلوة. حاولوا تسمعوا مثل ما قلت لكم بالدرس الماضي، اللي ما شاف الدرس الماضي عن مقام الكورد كمان موجود بقلم تي في، يشوفه بركي بيستفيد أكثر إن شاء الله. كتير مهم تسمعوا تقسيم عن مقام النهواند بحي الله آلي أو من القراء يعني. والله راح عن بالي مين في القراء، يمكن المنشاوي، على ما أذكر المنشاوي يقرأ بمقام النهواند بشكل كبير يعني. هلأ دائما أعطي مثال بآخر شيء عن القراءة يعني، بركي في شخص بده يقرأ أو شيء. لح نطلع الفاتحة يعني، مشان خلص مثل ما واحد يعني ركز على الفاتحة وحفظ المقام بشكل منيح، إن شاء الله
بس لا يجي على السورة اللي بعدها بيكون إن شاء الله يعني بيضل بنفس الجو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا المقام واستفدتوا من هذه الحلقة. وإذا عم حبيتوا هاي المعلومات اللي عم أعطيكم إياها، عم حاول أنا الطريقة تكون بسيطة، فقط تعتمد على المراجع مثل ما حكينا بالحلقة الماضية. بس ما تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس، يعني مشان ضل هيك متشجع وفيني طاقة فظيعة مشان أقدر كمل إن شاء الله بالمقامات الجاية. محمد بشير كان معكم من استوديو قلم إسطنبول، باشاك شهير.